تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد. علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟ لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. عندما عجز المشركون من ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة وتبليغ ما أوحي إليه، فاجتمع كبار قريش في دار الندوة للبحث في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم قيدوه نتربص به ريب المنون، وقال بعضهم الآخر أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه، وقال أبو جهل لعنه الله ما هذا برأي، ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بذلك فقال وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأمره بالهجرة. وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة المنورة أخذ عدة خطوات لإنجاح هذا الانتقال من مكة إلى المدينة المنورة، فأذن لأصحابه بالهجرة أولا وتأخر ليطمئن على أصحابه، وجاء أبو بكر يستأذنه للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه التأجيل ويقول له لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فتمنى أبو بكر أن يكون هذا هو الصاحب. وثانيا طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن ينام في فراشه لتأخير قريش إلى أن يبتعد عن مكة، وأمر علي برد الودائع والأمانات إلى أهلها، فهو الأمين على أموالهم وهم يريدون قتله. واتجه مع أبو بكر إلى غار ثور للاختباء 3 أيام حتى تتعب قريش من البحث، والغار في أعلى الجبل على بعد 4 ساعات من الصعود السريع المستمر. وقام الشباب بالأمر الثالث وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في هجرتهم، فعلي ابن أبي طالب وهو ابن 20 سنة وأسماء بنت أبي بكر تحمل لهم الطعام وهي 21 سنة، وعبد الله ابن أبي بكر يحمل لهم أخبار قريش وهو 19 سنة، وعامر ابن فهيرة يرعى الغنم بجوار الغار ليمحو آثار الأقدام وهو 20 سنة. فبعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب إنجاح هذا الانتقال وصلت قريش إلى الغار، وخاف أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، فمن توكل على الله وأخذ بالأسباب لابد أن ينصره الله. والأمر الرابع كان بتحديد اتجاه السير، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب عكس اتجاه المدينة إلى الشمال، ثم اتجه نحو الطريق البحر حتى يصل إلى المدينة المنورة. وعند وصوله استقبله أهل المدينة بكل ترحيب، وهم يعلمون بأن هذا رسول الله وبأن المدينة نورت بقدومه صلى الله عليه وسلم.